ورقة شوف شوف العلة. متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية للمملكة الرباط. في هذا اللقاء المباشر سوف نتحدث عن التعليمات الملكية السامية لكل من وزارتي الخارجية والداخلية لتعبئة طائرتين كناطير متخصصتين في الحرائق لمساعدة الجار الشرقية للمملكة الجزائر التي تعاني من حرائق خطيرة، حرائق حوالي أزيد من 99 حريق موزعة بحوالي 16 ولاية، كما أن هنالك الحديث عن وفاة 65 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون، عسكريون بالإضافة إلى تواجد العشرات من المدنيين أيضا والعسكريين، خاصة بمنطقة تيزي وزو حيث يعيش هؤلاء المصابون في حالات خطيرة داخل المستشفيات الجزائر. وللتعليق حول الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الجامعي رشيد الزرق، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. أستاذ رشيد الزرق، مرحبا بك على الهواء مباشرة. مرحبا بكم ومرحبا بزوار ومتتبعين شوف تي في. أستاذ رشيد، يعني لا شك بأنك تابعت البلاغ يوم أمس لوزارة الخارجية والذي يتحدث عن تعليمات ملكية بتعبئة طائرتين. أولا، كيف ما هو تعليقكم أولا على الخطوة الملكية السامية في هذا الموضوع؟ بداية بأن هذه الخطوة التي وجهها الملك محمد السادس تأتي بعد خطوات عديدة، بداية من 2008 وبداية منذ جلوسه على العرش بملك متقل بمشروعية دينية ومشروعية ديمقراطية ومشروعية تاريخية وملك أمة، وبالتالي فهذا التعامل هو تعامل يلبي تطلعات ما تستجيب تطلعات هذه الأمة المغربية وروافدها وخاصة الشقيقة الجزائر، الاعتبار بأن هناك شعبين الجزائري والمغربي تربطه بالعديد من العلاقات، علاقة الدم والتاريخ المشترك والجهاد المشترك، وبالتالي فإن هذا الملك يتعامل مع هذا المنطق بوفق هذه الحمولة، بهذه الحمولة الإنسانية والسياسية والدينية وكذلك الديمقراطية، باستعداد المملكة المغربية لمساعدة شقيقتها الشرقية، وهذه المساعدة هي ما يجيب عليه الجوار وما تجيب عليه الثقل التاريخي والديني كذلك. تحدثتم عن قضية أن كانت هنالك مبادرات ملكية تجاه الجزائر، يعني بعيدا عن خطاب العرش الأخير الذي تحدث عن اليد الممدودة، يعني العلاقات، يعني التعاون بين الدولتين، كيف تقرؤونها أنتم؟ للأسف بأن لا زال هناك ثقل الماضي لدى البعض، لا زالت هناك عقلية عسكرية، مفروض أن العسكر لا يبنون والعسكر ينزعون للحروب، هناك نظام عسكري يريد إطالة بقائه باصطناع أعداء، وبالتالي هذه المبادرة المغربية فإن الملك عندما يرسل هذه المبادرات لا يرسلها للنظام فقط، بل يرسلها للشعب الجزائري ويرسلها للأمة المغربية ويرسلها للتاريخ، لأن الملك كما قال لا يمكن أن يحسب عليه التاريخ ولا تحسب عليه مشروعيته بأنه وقف حاجزا بين دولتين شقيقتين يربطن بينهم الدم، وبالتالي فإن الملك إذا كان يقوم بهذه المبادرة فإنه يستجيب لتطلعات شعبه ويستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ويستجيب لتطلعات الأمة العربية والأمة والفضاء المغاربي، وبالتالي فإن هذا هو رسالة تظهر ثقل المملكة المغربية كأمة وتوجهها للشعب
الجزائري، لان المغرب لم لن يكون لم يبخ القط على الدوله على الجزائر او على احد اصدقائه بالمساعده وفق الامكانيات التي تضمها الدوله المغربيه. استاذ رشيد، يعني السؤال الذي يطرح نفسه الان هو ما هي فرص قبول الجزائر بالمبادرة الملكية؟ الملك عندما يوجه هذه الدعوة فإنه يخلي مسؤولياته ويخلي واجباته، وبالتالي الكرة بين النظام الجزائري. النظام الجزائري هو حر أن هو حر لأنه أمام مسؤولية أمام شعبه، وبالتالي فإن الملك يستجيب لما يفرضه تكتل المغاربي، لما تفرضه الحمولة التاريخية، لما يفرضه الحمولة الدينية، لما تفرضه حسن الجوار، وبالتالي فإن المغرب يوجه هذه الدعوة من منطقة قوة ليس من منطقة ضعف كما يقرأه البعض، لأن الذي يقرأ توجهات الملك فإنه كملك لأمة ولدولة لم تسجل عليها قط البخل في مساعدة الأصدقاء والأصدقاء. يعني أنتم كيف يعني لحدود الآن ليست هنالك يعني بشكل رسمي دعوة لقبول المساعدات المغربية، لكن بالمقابل الجزائر تقول بأنها سوف تكري طائرتين من الاتحاد الأوروبي. يعني كمتتبعين يعني وكمختصين في العلاقات الدولية، كيف قرأتم يعني بأن المبادرة الملكية لا زالت معلقة في حين تسارع الجزائر إلى البحث عن كراء طائرتين؟ لعل المساعدة المغربية باغتت النظام العسكري، لأن العسكري يبني يحاول إطالة ديمومته من خلال عزاء مفترض ليس له من الواقع ومن الصواب بشيء. المغرب لم ولن يكون عدوا لأصدقائه في الجزائر. نحن تربطنا الدم ويربطنا التاريخ المشترك والدين، حتى أنك لا تستطيع أن تفرق بين مغربيين وجزائري، وبالتالي فما يفعله النظام الجزائري هو حر، يتحمل مسؤوليته أمام شعبه وأمام التاريخ، ولن تسجل على الأمة المغربية قط بأن أصدقائها يمرون بمحنة دون أن يساعد هؤلاء الأصدقاء. يعني كيف تبعتم بأن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يعني كان هنالك تفاعل من النشطاء الجزائريين مع المبادرة الملكية وقضية اليد الممدودة، في حين لا زال هنالك صمت رسمي؟ يعني كيف يمكن قراءة التفاعل الشعب والنشطاء الجزائريين مع المبادرة الملكية؟ الملك عندما وجه الدعوة فإنه وجه كما قلت لك بحمولة دينية، استجاب لمطالب شعبين، والخطاب الذي وجهه للملك ليس فقط للنظام العسكري بل للشعب الجزائري. إذن هو خطاب متعدد الأبعاد، وجهه لشعبه ووجهه للشعب الجزائري، وأخلى مسؤوليته أمام التاريخ وأمام الله وأمام الخيار الديمقراطي وأمام الفضاء المغاربي. وبالتالي فإن الكرة الآن بين نظام جزائري، هل يستجيب لتطلعات شعبه أم سيبقى في مناكفة لم يعد لها مبرر في ظل فضاء تحول الوضع الإقليمي والدولي، وتجاوزنا منطقة الحرب الباردة، والآن مطالب الشعوب الشعب المغربي والشعب الجزائري هي بالتنمية، والتنمية هي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات التي لا تستطيع دولة بمفردها مواجهتها. عندما نقول الحرائق الفيضانات، نلاحظ أن التغيرات المناخية تفرض تكتل دولي، وهذا توجه دولي وتوجه دولي كان يفترض أن يكون هناك فضاء مغاربي لتدبير هذه المخاطر التي تعنينا جميعا، لأن استقرار الجزائر وأمنها ورخائها من أمن المغرب واستقراره، وبالتالي فإن المغرب يتطلع لدولة جزائرية تكون فيها تحول ديمقراطي. حتما إذا كان هناك تحول ديمقراطي يترجم وجدان الشعوب وتطلعات الشعوب، لن يبقى الخلاف بين المغرب والجزائر أكثر من 24 ساعة. يعني كسؤال آخر أستاذ رشيد، يعني هذه خطوات المغرب الأخيرة سواء خطاب العرض وسياسة اليد الممدودة للجزائر، والآن هنالك مبادرة لتخصيص طائرتين متخصصتين في إطفاء الحريق، هل يمكن أن تساهم هذه المبادرات والسياسات على اليد الممدودة في تجاوز الخلافات وإحياء
الاتحاد المغرب العربي. وفق رايي بان ما دام العسكر يعاني من صعوبه في مشروعيته، يعاني من اكراه داخلي من مطالب شعب جزائري واضح لا يستحق هذا النظام، فان هذا الصراع سيبقى، لان هذا النظام يقتات من عداء مفترض، يقتات من عقليه المؤامره، بدل ان يدبر اموره ويستجيب لتطلعات الشعوب بتحول ديمقراطي حقيقي، فانه لا زال يناكف، وبالتالي لأن الفضاء المغاربي يبقى معلقا إلى أن يصير تحولا ديمقراطيا في الجزائر، لأن تحول ديمقراطي في الجزائر حتما سيعيد العسكر إلى التكانات، وما دام العسكر لا زال مهيمنا على السلطة في الجزائر فإن لا أظن شخصيا، وإن كانت هذا الرأي يميل نحو التشاؤم، إلى انفراج في الفضاء المغاربي، وبالتالي الانفراج في الفضاء المغاربي يفرض أن يكون العمودان الفقريين لهذا الفضاء المغرب والجزائر، تكون هناك فتح الحدود والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي. يعني كسؤال أخير أستاذ رشيد الأزرق، الآن لا زال الطلب المغربي معلقا، في نظركم كيف سوف تسير الأمور؟ الطلب المغربي معلق، لان الملك المغربي عندما وجه بحموله اولا يترجم وجدان شعبي، ثانيا بحمولته كامير المؤمنين كحموله تاريخيه، وبالتالي عندما يكون رئيسا لامه كالامه المغربيه فتكون الحسابات مختلفه لمن يحكم بالهيمنه ومن يحكم بمناورات واللحظه، لان الملك المغرب عندما يخاطب فانه يخاطب تحت مسؤوليات متعدده، هذه المسؤوليات يريد اخلاءها ولا يريد ان يسجل عليه التاريخ بانه سعى الى اعاقه دوله شقيقه وشعب شقيق يكن لنا ونكن له كل الاحترام والتقدير. استاذ رشيد الزرق، شكرا على هذه المعطيات. شكرا لك وشكرا للمتتبعين وزوار شوف تيفي.